مثلا يزود ترانسميشن، لو حضرتك سيرتين الكترولايتس كالسيوم مثلا يزود ترانسميشن، وبعدين دراجز اند توكسنز، كل دول في الايه، في البروبرتيز يعني ايه، واخد بالك نمره 6 فيهم. انا سايب بقى نمره 7 دي عشان نتكلم فيها لوحدها. هنا نمره 6 في الايه، الفاكتورز اللي بتاثر اهو على السينابتيك ترانسميشن. يلا يا سيدي، دراجز اند توكسنز ذات انكريس سينابتيك ترانسميشن زي مين؟ سيوفيلين وكافيين، دول موجودين في الايه، في التي والكات. ستريكنين ده ماده سامه، دي بلوكس الاكشن اوف جلايسين. جلايسين ده احنا قلناه في ايه؟ يلا افتكر بقى، ده كان ايه؟ انهبيتوري، كان ايه؟ انهبيتوري. طب احنا جبنا ماده توقفه، يحصل اوفر اكزيتيشن ويحصل كونفولجنز، تشنجات ويموت، سبازم في المسلز بتاعت الريسبيريشن وبتاعت الايه؟ الجلوتس، واخد بالك؟ او بتاعت التنفس وبتاعت اللارينكس، يموت. تيتانوس توكسين ديكريز ريليز اوف غابه برضه، ما هو الغابه ده كان انهبيتوري برضه هيحصل ايه؟ يزود الترانسميت اند ماي اولسو بلوك الجلايسين. بيكروتوكسين بلوك الاكشن اوف غابه، يبقى كل دول هيزودوا مين؟ سينابتيك ترانسميشن. مين يقلل بقى؟ ها؟ الانستيتيك دراجز اللي هي الادويه الايه؟ تخدر الاعصاب وكده، ديكريز ريليس اوف نيورو ترانسميتر. انتي انكزايتي اند ترانكلايزر دراجز، الادويه اللي ضد الايه؟ القلق ومهدئه، واخد بالك؟ ترانكلايزر زي مثلا ديازيبام، ده مشهور قوي تحت اسم الايه؟ الفاليوم، يهدي كده، فطبعا ده بيقلل سينابتيك ترانسميشن. هيبنوتيك دراجز يعني الادويه المنومه زي الباربيتيوريتس تقلل الترانسميشن. الكحول يقلل الترانسميشن. All these act by facilitating the action بتاع مين؟ الجابة اللي هو inhibitory transmission. ادي يعني ببساطة جدا، ادي فاكتور سهلة قوي اللي بتأثر على السينات الترانسميشن. ده سؤال شهير قوي. نمرة 7 بقى في ال properties of synaptic transmission لوحدها كده، اللي هي مين بقى؟ synaptic plasticity. هذه البروبرتي مهمة جدا لأنها مسؤولة عن الليرنينج والميموري. ما الليرنينج والميموري دول ليس الا تغيرات في السينابتيك ترانسميشن، واخد بالك؟ ممكن تبقى تغيرات وقتيه، ممكن تغيرات فور لونج بيريود، عشان كده الميموري في منها ايه؟ اميديات وشورت تيرم، وبعد كده منها لونج تيرم ايضا. وبيجي نتيجه للليرنينج، تعلم حاجه وتتذكر حاجه، كل ده اسمها سينابتيك ايه؟ بلاستيك. ما هي الديفينيشن كده عشان نبقى فاهمين الاول؟ This means changes in the strength of synaptic transmission. يعني ما كلمة كده يمكن تبان انها يعني ايه، دبش، لكن هي عبارة عن change in strength. يعني كلمة بلاستيستي معناها ممكن العب فيها، ممكن اغيرها، ما هياش حاجة ثابتة بقى، ما هياش. واخد بالك؟ synaptic plasticity دي مهمة جدا انك تفهم معناها، ان حاجه تشينجبل يعني ممكن تتغير يعني، ودي مهمه عشان ليرنينج عظيم. وهذه التشينجز ممكن تبقى بري سينابتيك وممكن تبقى ايه؟ بوست سينابتيك. التشينجز دي كام حاجه؟ يا بوتنشيشن يعني نزودها قوي، يا ديبريشن او انهبيشن، يا سنسيتايزيشن نخليها حساسه يعني. ونشوف مع بعض سينابتيك ايه؟ بوتنشيشن او فاسيليتيشن. This is production of high amplitude excitatory postsynaptic potential. يبقى هنا الحالة الأولى في السينابتيك بلاستيستي إن أنا إيه؟ أسرع منها، انهانس وأزودها بحيث تزود لي مين؟ الإكزيتاتوري postsynaptic potential. طبعًا الثانية ديبريشن هتبقى العكس. دي نوعين والثانية برضه نوعين. النوع الأولاني هنا شورت تيرم إيه؟ بوتنشيشن، والتاني لونج تيرم ايه؟ بوتنشيشن. ونشوف العمليه تفسيراتها ببساطه جدا، سموها اسم تاني بوست تانيك بوتنشيشن. يعني لو انت جيت على سيناس وقعدت تشغلها رابيدلي سكسسيف باي ترين اوف امبلس، واخد بالك؟ او ايه يعني تيتانايزنج، يعني امبلس متكرره ورا بعض اللي ممكن تعمل تيتانس يعني، واخد بالك؟ بيقولوا عليها تيتانايزنج ستيمولاي،
واحد يقول لك زي ايه قطر ماشي يجري كده، واخد بالك؟ فالاستمراري برضو انت بتعملها بالشكل ده. بوست تيتانيك بوتنشيشن. ايه معنى تيتانيك هنا؟ استمراري ورا بعضيها وبسرعه بتديها عند السنابس. فنبص نلاقي ان طبعا الاكزيتيشن بوست سينابتيك بيزيد. تقول لي الله، هو مش ده كان سبب الفتيج؟ ايوه يا سيدي، انا ما بقولكش حاجه، بعد شويه هيحصل فتيج. لكن الاول لما تدي هذه السكسيسيف ستيمولاي، واخد بالك؟ هتعمل بوتنشيش. لكن لما يبقى ده ريزل وتزودها بقى، يوم يحصل سينابتيك ايه؟ فتيج. ليه؟ طب تفسر في دماغك كده، هو بس فكر كده، ايه بقى اللي زود الترانسميشن هنا؟ هنزود الترانسميتر ازاي؟ هندخل كالسيوم كتير. ده انت مع كل ديبولاريزيشن الكالسيوم شانل يفتح ويخش كالسيوم ايون يعمل رابشر في الفيزيكال. ادي العمليه كلها. فعشان كده الرياكشن بتاع البوست سينابتيك نيورون كان كبير، لانك زودت الترانسميتر. زودته ازاي؟ اوعى إيه تنسى السلسله، ان الكالسيوم اللي في النبض زاد ازاي؟ لاني فتحت التشانل بتاعهم. ازاي؟ لان الاكشن بوتنشال اللي في الميمبرين زاد او طول نتيجه لهذه الامبلسز المتكرره اللي ورا بعض. دخل الكالسيوم كتير. accumulation of excess calcium increases synaptic nodes as a result of a repeated stimulation which increases the release of the neurotransmitter and in turn increases excitatory post synaptic potential. Such a mechanism is important for development of immediate memory. تقول لي memory. ايوه، حاجه شفتها دلوقتي ولفتت نظرك واخد بالك وراحت مأثره عليك بهذا الشكل، وبعد الامبلس كده فهتتذكر، تفضل في الذاكره لفتره كده واخد immediate. والله انت بعد كده عاوز تشتغل بيها او تزودها او بتاع، لا ده كلام تاني. كان بتكلم انها حاجه هتبتدي معاك ان يبقى في تذكره لشيء معين. اللونج تيرم بوتنشيشن بقى اللي هو ده بقى ده مهم عشان التذكره الايه؟ اللونج تيرم بقى اللي هي على المدى البعيد يعني. ماشي؟ ودي از امبورتنت فور لونج تيرم ايه؟ ميموري. وبتحصل في مكان اللي هو مسؤول عن الميموري ده اسمه هيبو كامبس. هتقول لي مش عارف، ما انا عارف انك مش عارف. منطقه كده اسمها هيبو كامبس لحد ما نجيلها. معلومه كده ظاهر لها جزء من الليمبك سيستم. هتقول لي مش عارف الليمبك سيستم، ما انا عارف انك مش عارف والله. لكن عارف سمعت في حاجه اسمها الليمبك سيستم، وان فيها ايه من ضمن مكوناتها جزء اسمه هيبو ايه كامبس، وده مسؤول عن الميموري. حاضر يا سيدي. والترانسميتر اللي فيه هنا اكزيتاتوري طبعا، هو اسمه جلوتاميك اسيد اكزيتاتوري طبعا. It lasts for a few hours or days. ان شاء الله تقعد مين اللي يدي؟ اللي هذه الحاله اللي هي بتاعت النوم كتير ميموري دي تقعد. And the both presynaptic and postsynaptic neurons participate in its production. يعني عشان يحصل لونج تيرم ايه؟ بوتنشيشن، في دور للبريسينابتيك نيورون ودور لمين؟ للبوستسينابتيك ايه؟ ايه دور البريسينابتيك نيورون؟ بتفهمني الاول. ها؟ نفهم الاول ايه اللي حصل؟ لما تيجي الامبلس عن طريق السينابتيك نوب بريسينابتيك ممبرين يعني بتطلع اكزيتيشن ترانسميتر اللي هو مين؟ جلوتامين. وده يعمل اكزيتيشن في مين؟ في البوستسينابتيك نيورون. تمام، كويس. وبعدين يبقى ده دور البريسينابتيك نيورون. طلع لنا الاكزيتاتوري ترانسميتر اللي بيعمل اكزيتيشن، واخد بالك؟ وهي البوست سينابتيك نيورون، وده اللي بيعمل لنا اللونج تيرم ميموري زي ما قلنا. وبعدين البوست سينابتيك ممبرين ده هو سيكريت كيميكال سابستنس. ناس قالوا اراكيدونيك اسيد، وناس قالوا مواد تانية زي الـ NO اللي هو نيتريك اوكسيد، واخد بال حضرتك؟ المهم مادة كيميائية مش عارفينها بالظبط. ده مين اللي هيطلعها؟ البوست سينابتيك. وتوصل تاني للبري سينابتيك تشغلها أكتر علشان تجيب إيه؟ علشان تجيب تطلع جلوتاميت تاني. يبقى جلوتاميت عشان يزيد يعني. عملية هنا زي بوزيتيف فيدباك. واخد بال حضرتك؟
العمليه هي فيه البوزيتيف ايه فيدباك، دي من الحالات البسيطه اللي فيها البري سينابتيك ريسبتور ده اكزيتاتوري مش انهبيتوري. انت فاكرين بتاع النور ادرينالين اللي قلناه من شويه كان انهبيتوري؟ لا، هنا اكزيتاتوري. نقول تاني، ايه دور البري سينابتيك نيورون؟ طلع جلوتاميت، عمل ايه؟ يلا مخك شغال، ها؟ اكزيتيشن في البوست سينابتيك نيورون، كتر خير وكويس. وبعدين البوست سينابتيك نيورون ده بقى عشان يخلي العمليه زياده بقى لونج تيرم بقى، يروح مطلع ماده كيميائيه. ايه هي؟ مش عارفينها، لكن هي يا ان او نيتريك اوكسيد يا اراكيدونيك اسيد، وتروح رايحه تاني طالعه تاني على مين؟ على البري سينابتيك نيورون، وتخليه يطلع ايه؟ جلوتاميت تاني. بوزيتيف فيدباك عشان طبعا هنا الاكزيتيشن يستمر يعني. ده اللونج تيرم اسوشيشن. الكلام ده كله بيحصل فين؟ حاجات الهيبوكامبس. سينابتيك ديبريشن او انهيبيشن. ديكريز ان ذا ريسبونس بقى اوف السيرابيك. ديكريز في الريسبونس مش انكريز زي اللي فات. وفي نوعين، يا ايه؟ يا هابيتويشن شورت تيرم ديبريشن يعني، وفي لونج تيرم ايه؟ ديبريشن. هابيتويشن يعني التعود. لما تقعد تشغل في السناس، شغل في السناس، ها؟ ممكن زي ما قلنا يحصل فتيج. وقبل الفتيج ده درجات بقى، ما هياش مره واحده كده. ما قلنا لما هتدي استمرار كتير، اول ما اول حاجه هيدي لك شورت تيرم فاسيليتيشن، اهو اهو ده، او بوتنشيش اهو. لكن ممكن بعد منه يخش في الهابيتويشن ده، وممكن بعد منه يخش في فتيج. يعني العمليه ما هياش فجاه كده، لا، دي حاجات بتحصل في درجات يعني. هابيتويشن اللي هو مين؟ اللي هو التعود. شورت تيرم ديبريشن ما يقعدش كتير يعني. ايه الحكايه؟ بعد ما تدي برضه استمراري برضه ورا بعض، طولت فيها ونزلت قوي، واخد بالك؟ بعد كده تدي استمراري ما تسالش فيه، ما يوصلش، اتعود بقى، واخد بال حضرتك؟ زي انت لابس ساعه ولا لابس لوفر ولا لابس اي حاجه، وعمال تبعت في امبلس، ما خلاص انا شويه ما انتهينا، زي ادابتيشن كده. ما 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 مش هتحس بيه بعد، ما فيش بقى، ولا يبقى فيه ده ولا دارك حاجه. طب ليه؟ ايه اللي حصل يعني في السينابس عشان تتعود كده وبتاع؟ هو نفس الكلام اللي قلناه، مفيش غير كده. هو موضوع الكالسيوم ده يعني ايه؟ يعني لسبب غير معلوم يبتدي الكالسيوم عشان يقفل بقى، مفيش كالسيوم انفلو بقى، مفيش ترانسميتر طالع، خلاص خلص العمليه اهو. يبقى هو الكلام ده يحصل امتى؟ وين اي بناين ستيمولس؟ بناين يعني ايه؟ يعني حاجه متعودين عليها يعني. تو ذا بري سينابتيك نيورون از ريبيت. بقول بناين لان ممكن بعد كده يبقى في حاجه ثانيه نوكشوس يعني، واخد بال حضرتك؟ وين اي بناين ستيمولس is repeated over and over. It is due to less release of the neurotransmitter from the presynaptic terminal. عظيم. Secondly to reduction of the intracellular calcium ions, which occur as a result of gradual inactivation or closure of the calcium channels by an unknown mechanism. يبقى هو هيبقى هابيتويتد عشان الترانسميتر مش هيطلع، علشان الكالسيوم قل، عشان اتقفلت الكالسيوم، عشان ما اعرفش ليه. لونج تيرم ديبريشن العكس بقى، بتاع اللونج تيرم ايه؟ بوتنشيشن. That is to say prolonged depressed response that produced by slow or weak stimulation of the presynaptic neuron. لو كنت متشغل presynaptic neuron saturation يعني بامباكس ويك امباكس او وسلو كمان، واخد بالك؟ مش رابيدلي كده،
بحيث ان الديبولاريزيشن كان قليل ولم يتعدى ال 20 مللي فولت، واخد بالك؟ اه ده على فكره هو الثريشولد عشان يحصل كالسيوم ايه؟ انفلكس في البوست سينابتيك نيورون. اه فانت عملت اكسايتيشن صحيح، ولكن ها بويك او سلو او الاثنين مع بعض، ستيميليشن اوف بري سينابتيك نيورونز that is associated with subthreshold depolarization فين؟ في البوست سينابتيك نيورون ممبرين for calcium inference. نقول تاني subthreshold depolarization of the post synaptic membrane for calcium A influx less than A 20 millivolt which is the threshold of calcium influx in post synaptic A neuron. فلما يحصل لونج تيرم ايه ديبريشن اه ما يستجيبش بسهوله. يبقى ثاني حاجه سينابتيك ديبريشن، ده في سينابتيك فاسيليتيشن او بوتنشيشن وسينابتيك ايه ديبريشن. وبعدين عندنا بقى الثالثة هنا اللي هي سينابتيك ايه سنسيتايزيشن، عبارة عن ايه ادي اللي كنت لسه بقول عليها حالا، ان بناين ستيمولس يعني ستيمولس كانت هابيتويتد وكان السينابس ايه مهملها تماما فيها، بقى لو جيت عملتها بس في نفس الوقت في نفس الوقت رحت مشغل نوكشوس ستيمولس، واخد بالك؟ مره كده او كام مره ما بقتش هابيتويتد، بقت سنسيتايزد. بقى لما تيجي تشغلها بعد كده تبص تلاقي ان الرياكشن بتاع البوست سينابتيك نيورون ده اكزيتابيلتي عاليه جدا. نقول تاني ايه في ساعتين سينابس معينه سينابس ايه معينه، نشوف مع بعض في الصوره دي. وادي يا سيدي ايه اولا في ان ده بوست سينابتيك ايه نيورون، ادي بوست سينابتيك ايه نيورون، وبي اي دي اللي هي ايه بري سينابتيك اندنج بي اي ده إيه. ماشي، وده فاسيليتاتور نيورون، وخد بالك انتهى هنا فين؟ بس ما انتهاش هنا على البوست سينابتيك نيورون، لا ده انتهى عند البري سينابتيك ايه؟ ها؟ اندنج ده، تمام؟ وعمل فيه فاسيليتيشن، فاكر لما قلت لك ان في بري سينابتيك انهبيشن وفي بري سينابتيك ايه؟ فاسيليتيشن اللي هو ده، وده هو المسؤول عن السنسيتايزيشن. اوكي؟ يبقى نقول تاني بقى عشان العمليه تبقى تتلم كده. لو بري سينابتيك اندنج جايب امبلسز كتيره ورا بعض لحد هذا البوست سينابتيك نيورون ما حصل له هابيتويشن، واخد بالك؟ وماش يستجيب زي ما قلت لك، تعود بقى خلاص يعني ما بقتش عمليه حاجه جديده عليه. لو جه بقى نيورون تاني فاسيليتيت النيورون ده وعملنا فيه نوكشوس ستيمولس، نوكشوس ايه ستيمولس، وزي ما قلت لك ده انتهى عند مين؟ عند البري سينابتيك اندنج اهي، وجيت شغلت البري سينابتيك اندنج بعد كده يحصل اكزيتيشن جامد قوي يسمى ايه سنسيتايزيشن. ايه اللي حصل بالظبط؟ ما هي كلها عباره عن الايونز والترانسميتر اكتر من كده. نقول يا سيدي نقول ايه لما جيت شغلت الفاسيليتاتور النيورون ده اهو طلع ترانسميتر وغالبا بيكون سيروتونين، او نقول من المحتمل لان لسه برضه يعني هي ناس تقول كده وناس تقول حاجه ثانيه، ما علينا بروبابلي سيروتونين ماشي يعني هو اللي عليه العين. يعني ده وصل عند مين هنا؟ عند البري سينابتيك اندنج، ده ما راحش هنا عند البوست سينابتيك، وصل هنا هو. اوكي قام عمل ايه؟ عمل تشينجز هنا اهوت، واخد بالك؟ عمل اكزيتيشن هنا في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الممبرين بتاع البري سينابتيك اندنج ده اهو. ان هو ايه اللي تشينج عمل بحاجه لطيفه جدا، عارف عمل ايه؟ هو منع البوتاسيوم ايه؟ افلكس. منع البوتاسيوم افلكس.
ده اللي هو بتاع الريبولاريزيشن، يعني هو طول فترة الاكشن بوتنشال، ولما يطول فترة الاكشن بوتنشال يعني معناها ان الكالسيوم تشانلز مفتوحة لفترة طويلة، يعني الكالسيوم دخل كتير ام ايه طلع عمل رابشر لفيزيكالز كتير، والاكزيتاتوري ترانسميتر طلع ايه كتير، قام عمل هايبر اكزيتيشن هنا. ادي اللعبه كلها. ها هذا البري سينابتيك اتعود خلاص ما بقاش يطلع كتير نتيجه للايه الايباس المتكرره دي. لو عملت استيميليشن ده هو فاسيليتيشن نيرون ده اهو، وده بنوكشوس ستيمولس مره او كذا مره كده اهو، تكون ايه النتيجه؟ لما تيجي تشغل ده تاني يعمل ايه اكزيتيشن جامد خالص يقول عليه سنسيتيزيشن. قول لي الميكانيزم، هذا الفاسيليتيشن نيرون طلع سيروتونين راح هنا عند البري سينابتيك اندنج عمل ايه؟ منع خروج البوتاسيوم، مفيش بوتاسيوم افلكس، مفيش ريبولاريزيشن بسرعه، اكشن بوتنشال هيطول، يقوم كالسيوم تشانل يفتح فتره طويله، يخش كالسيوم يفرقع الفيزيكالز كتيره ويعمل لنا هذا الهايبر اكتيفيشن. وحطينا هنا هو على صوره ايه؟ ها؟ الستيبس يعني. النوكشوس دي عملت ايه؟ يلا ها؟ عملت ايه؟ وصلت الاول في فاسيليتاتوري نيورون. ماشي الكلام؟ وها ويتش تيرمينيت فين؟ اون ذا بري سينابتيك نيرف اند. الترانسميتر اللي بروبلي سيروتونين ماله؟ كوزز ايه؟ كلوجر البوتاسيوم شانلز في البري سينابتيك، ملوش دعوه ما راحش ده عند البوست سينابتيك خالص. لما عمل كلوجر لمين؟ ها؟ البوتاسيوم شانل ام ديكريس بوتاسيوم افلكس. حاضر. As a result of decrease of potassium efflux ما طلعش البوتاسيوم بقى. Repolarization becomes a slow leading to prolongation of the action a potential. كل ده في البري سينابتيك اندنج مش وما دام الاكشن بوتنشال طول يعني الاوبننج بتاع كالسيوم شانل طول، يعني ايه كالسيوم انفلكس زاد وطلع لنا نيورو ترانسميتر كتير leading to an augmented post exist post synaptic potential post. هنا دلوقتي الترانسميتر بقى هو اللي هيشتغل على البوست سينابتيك. سالني وقال لي ايه هم الشورت تيرم سينابتيك بلاستيستي، تلم لي الاثنين الشورت اللي هم مين يا سيدي ومعاهم السنسيتيزيشن. انا لو سالني قال لي ايه هم الشورت تيرم سينابتيك بلاستيستي اللي هم شورت تيرم بوتنشيشن وهابيتويشن اللي هو شورت تيرم هابيتويشن، واخد بال حضرتك؟ والسنسيتيزيشن معاه. ده لو قال لي شورت تيرم بلاستيك، لو قال لي طبعا لونج تيرم سينابتيك بلاستيستي اقول له ايه؟ طبعا اللونج تيرم بوتنشيشن واللونج تيرم ايه؟ ديبرشن. نيجي على السينابتيك ترانسميترز، ما شاء الله ما شاء الله عدد مهول، يقول يقسموه اسيتاكوين ده لوحده، امينز زي ابينفرين ونور طبعا ودوبامين وسيروتونين سيروتونين ده فايف هيدروكسي جلوتامين وهيستامين، امينو اسيدز منهم اكزيتاتوري زي الجلوتاميك والاسبارتيك اسيد، ومنهم انهبيتور زي الجلايسين والايه والجابا جاما امينو جلوتينيك، وبعد اوبيويد بيبتايدز عارفينهم كويس قوي. نون اوبيويد بيبتايدز بقى يعني بيبتايدز بس مش اوبتويد بقى. ها زي مين؟ سيرتن هايبوثالاميك اند جنرال هرمونز. لقينا هرمونز من ولقينا هرمونز من بتوع الجي اي تي ولقينا حاجات مش ممكن. كل دول نيورو ترانسميترز يعني واخد بالك؟ واوكسيتوسين وجلوكاجون ديريفت وكالسيتونين جين ريليتد حاجات كثيره جدا. ها وبعدين سام جي اي تي هرمونز ها كوليسيستوكاينين وفازو اكتف انهبيتر بيبتايد وجاستريك ريليزنج بيبتايد وسكريتين وموتيلين وجاستريك ما شاء الله. اذر بيبتايد سابستنس بي نيورو بيبتايد واي انجيوتنسين 2 لقوه برضه اندوسيلينز ونيورو تنسين وجلانين وان بي الاتريال ناتري يوريتيك بيبتايد واكتيفينز وانهبيت نقول عشرات المواد لقوها ترانسميت. بيورينز زي مين؟ ادينوزين وهيبيدين. جاسس زي سي او ان او
كربون مونوكسيد ونيتريك اوكسيد ليبيدز زي الانانتامايد اللي هقوله عنه. ما شاء الله كتير قوي قوي واخد بالك. طبعا يعني ما يعني بنحاول ناخد عنهم فكره، لكن تفصيلا طبعا صعب جدا، فاحنا بنحاول بقدر الامكان. لكن بس يعني في نفس التفاصيل حاجه لطيفه احب اقولها، حاجه اسمها كانابينويدز. كانابينويدز، كانابينويدز دي جايه من كنابز انديكا. كنابز ده اللي هو الحشيش، الحشيش اللي الناس بتشربه عشان ايه؟ مزاجها يتعدل كده عشان تتصفى، وبيسموه في امريكا الماريجوانا. يبقى كنابز هو الحشيش او الايه؟ الماريجوانا. وهذا الكنابز واخد بال حضرتك لما الشخص اللي بيتعاطاه بياخده ده بقى بيعمل له ايفوريا بقى وبتاع، يعني يخليه مبسوط كده. ايفوريا دي يعني مبسوط قوي، وكامنس يعني هدوء كده، ودريم يعني ما شاء الله بيحلم كده بالسعاده وانه ايه طاير في الدنيا كده. ودراوزنس برضه نايم على نفسه كده شويه، والالجيزيا يعني برضه لو في الام ايه يضيعها. فالحشيش ده برضه كويس يعني مش وحش. المهم يعني وله مزايا، هو يعني انرجيزك ضيع الالم وبيعلن الدماغ. لكن طبعا في الادكشن بقى والادمان، وطبعا الكلام ده بقى يعني طبعا احنا بنضحك يعني. المهم هذا الكنابز واخد بال حضرتك له ريسبتورز جوه في الجسم. له ريسبتور بيشتغل عليها، بيشتغل عليها. هو برضه فيه يعني ماده اكتف واخد بالك، اسمها ايه يا سيدي؟ تترا هيدرو كانابينول. دي الماده الفعاله فيه، تترا هيدرو ايه؟ كانابينول. وبتشتغل على ريسبتورز موجوده مخصوصه كده، انواع معينه من ده. طب وايه لازم انا اقول الكلام ده كله ليه؟ لان لقوا بقى ايه في الجسم مواد برضه بتتفرز من الايه في بعض الاماكن بنفس القصه، بنفس المواد دي زي الحشيش بالظبط، وبتشتغل على الريسبتور برضه، فسموها كانابينويدز. يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل لك برضه جوه حاجات عشان تخليك ايفورك كده وسعيد ومبسوط وبتاع. من غير ما تتعاطى حاجه. بيشبهني بالاوبيويد بيبتايدز، الافيون. انك برضو عندك هو الاوبيويد بيبتايدز يعني الافيون اللي هو طبعا فيه المورفين، وطبعا ده خارج الجسم، لكن لقينا جوه برضو ايه اوبيويد بيبتايدز بنفس القصه، وبتشتغل على نفس الريسبتور بتاعت الافيون بتاعت الاوبيوم. هنا برضو لقينا مواد كانابينويدز يعني تشبه الكنابز، وبتشتغل على نفس الريسبتورز اللي بيشتغل عليها الكنابز، بس بتتكون جوه الجسم ده. فطبعا اهم كانابينويد من دول اسمه ايه؟ انانداميد. اسمه ايه؟ انانداميد. ده بس مجرد كده فكره يعني، ان زي في الاوبيويد بيبتايدز في كمان الكانابينويدز بالنسبه للحشيش او الماريجوان. بناخد فكره عن كل واحد من الـ من الـ من الترانسميتر، فكره سريعه جدا يعني. اولا مهم قوي تعرف فيه هو اكزيتاتوري ولا ايه؟ ولا انهبيتوري. وكلمتين كده عن بعض صفاته. اسيتايل كولين طبعا ده اكزيتاتوري. بيشتغل بيزود الصوديوم انفلكس. وموجود طبعا بقى في حتت كتيره من السي ان اس، مسؤول عن ايه بقى؟ ميموري وليرنينج انتليكتشوال فانكشنز، الوظائف العليا بتاعت المخ، ميموري وليرنينج، موتيفيشن واراوزل عشان تصحصح كده، وكونشسنس تبقى واعي، وموتور فانكشن، يعني ما شاء الله مسؤول عن حاجات كتير جدا. بحيث ان هو طبعا لو قل الواحد طبعا ممكن الذاكره تضيع، مرض الزهايمر اهو. الزهايمر ديزيز ده بيكون قله في الاستايل ايه؟ كولين. بيقل طبعا في بعض التوكسينز واخد بال حضرتك، غير مرض الزهايمر، زي مثلا كوليستريديوم بوتيولينم، ده بكتيريا كده بتبقى موجوده في على الاكل المحفوظ في العلب ده وبتاع، لو كانت بايظ يعني، فدي ممكن تقلل قوي الاستايل كولين. بس بقى في بقى برضه ساعات كده يسالوها ان في نوع من السم بتاع نوع من العناكب اسمه بلاك ويدو سبايدر، واخد بالك؟
فينوم يعني سم طبعا، بلاك ويدو اللي هو ايه الارمله الايه السوداء، بس بيسموا العناكب اللي بتطلع مواد، واخد بالك، تؤدي الى ريليس اوف استاكولين، يعني تزوده. يوم ما يحصل اوفر اكسايتيشن ويحصل كونفلجنز، يبقى سن طفل كونفلجنز لغايه تموت يعني. موت ليه؟ لغايه في عضلات التنفس او عضلات الدارج كده تموت طفل. ماشي. ابينفرين ونور ابينفرين، دول اكسايتاتور طفل، عايز الكلام هو عارف بيتكون ازاي واللي بيكسروا ايه، وكانوا موجودين اكتر في حته اسمها لوكاس سيريوس اوكي، كل ده كويس قوي. مين الانزيم المسؤول عن تكوينه؟ ها؟ واخد بالك؟ ده لسه هناك بقى في الاوتونوم تشوفها، لكن يهمني هنا الانزيم اللي ايه؟ ها؟ اللي بيكسره. ان اكتيفيتد بالماو، ماو ده ايه؟ مونو امين اوكسيديز. والكم كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيريز. الماو ده مهم جدا، هو اللي بيكسر مين؟ الابينفرين والنورابينفرين. طب وبقولهم ليه؟ ما شوف، ما انا ما بقولش حاجه لها معنى، لها سبب يعني. لقوا ان الابينفرين ده مسؤول عن المود، امبروف المود. مود يعني ايه؟ مزاج، حالتك المزاجيه تبقى كويسه لو ده كويس. وكانوا بيقولوا هو ده الاساس في كده، لا لقوا الاساس الايه؟ الماده الثانيه اسمها سيروتونين، هي الاساس في الموضوع ده. لكن فعلا، لكن هو برضو يعني مسؤول الى حد ما، بس الاهم منه وين؟ سيروتونين. ما علينا، غير ان هو اكزيكتري مسؤول عن المين؟ عن المود. فابتدوا يعملوا دراجز اسمها ايه؟ خد بالك بقى، اسمها ماو انهيبيتور دراجز. ده الاول مونامينوكسيز، ده اللي بيكسر مين او ان اكتيفيت مين؟ الابينفرين والنور ابينفرين. طب احنا هنوقف الانزايم، يوم دول يفضلوا، يبقى المود كويس. فهذه الدراج اسمها ايه؟ ماو انهيبيتور ايه؟ دراج، يعني توقف الاكشن بتاع مين؟ الانزيم اللي بيكسر الايه؟ المواد دي. فطبعا المواد هتتراكم وتخلي المود ايه؟ كويس. طبعا كاتب لك هنا الديفيشنسي اوف سيروتونين هو الاهم في هذا، وهي حاله دوبامين انهيبيتوري موجود اكتر فين؟ في البيزل جانجلي. عظيم. لو يقل يحصل مرض اسمه باركنسونيزم. كل ده طبعا جاي بعد كده بالتفصيل. ولقوه هو ايضا كمان البرولاكتين انهبيتنج هرمون، يعني الهرمون اللي بيقلل افراز البرولاكتين بتاع الميلك. ولقوه انه لو زاد يحصل شيزوفرينيا. سبحان الله. يعني هنا الدوبامين از اولسو ريليتد to the development of many symptoms of schizophrenia. وبين قوسين كاتب لك الدوبامين content as well as D2 receptors، يعني نوع من الريسبتورز بتاعته increase in this disease. يعني لو قل يحصل مرض، ولو زاد يحصل. سيروتونين او 5 هيدروكسي تريبتامين، ده قلنا عليه كلام بقى، ده موجود بقى في البليتس، وموجود في الجي اي تي، وموجود في الرف نيوكلياي، فاكرين الرف ماجنس نيوكلس وكده. وطبعا نيوكلياي دي تودي على الهايبوثالاموس بقى، واخد بالك اهو، يعمل ايه؟ استيموليت برولاكتين سكريشن. ده اللي قبل منه كان بيعمل انهبيشن، قبل منه اللي هو كان مين؟ دوبامين، واخد بالك. ها؟ وكنترول سكسوال فانكشن وسيركاديان ريزنس. يعني يخلي السكسوال فانكشن كنترول، ما يبقاش الايه؟ الحيوان يعني ايه؟ سايب كده. وبعدين يودي للليمبك سيستم، وده كوز ريدكشن اوف فود انتيك. سباينال كورد بلوك بين ترانسميشن، فاكرينها عند البين انهبيتوري كومبلكس. سيريبرال كورتكس كوزس ايوفوريا برضه. ايوفوريا هو بقى المزاج بقى وبتاع، اكتر من الابينفرين وكده. بس اكزيرتنج انتي ديبريسنت وانتي انزايتي افكتس، يعني يدوا بقى للناس اللي عندهم اكتئاب بقى انتي ديبريسنت، واللي عندهم قلق وبتاع. وبلايز اي رول ان سليب اندكشن، يعني مهم عشان مين؟ النوم، عشان تخش في النوم. في دراج بقى اسمه ايه؟ ال اس دي. ال اس دي باختصار، لكن هو التفصيل كده، ليزيرجيك اسيد داي ايثالامايد. ليزيرجيك اسيد داي ايثالامايد، هذا الدراج ده سيرين انتاجوست، بيوقف الاكشن بتاعه، وبيشتغل على انه بيجي على ريسبتور من بتوعه، وبيشتغل بيوقف ويشغله.
اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين 2 ريسبتور، يعني ده له ثلاثة ده ولا مش عارف كام، ها سيروتونين ده، واخد بالك؟ ف بيجي الدراج ده ويشتغل ويوكيفاي الريسبتور ويعمل الايفكت بتاعته بقى. ده هالوسيجينيك يعني ايه؟ يعمل هلوسه بقى، واخد بالك؟ ويبقى مصحصح كده وطبعا مش طبيعي. ها هو امانو بيوتيريك اسيد انهبيتوري طبعا، مسؤول اساسا عن بريسينابتيك ايه؟ انهبيشن. بيتكون بواسطه انزيم مهم قوي يشتغل على الايه؟ على الجلوتاميت، يدينا الجلوتاميت دي كربوكسيليز. وبيريدوكسين اللي هو فيتامين بي 6 مهم جدا عشان عشان يتكون. بيريدوكسين اللي هو فيتامين بي ايه 6 لو كان ناقص مش هيتكون، ده الجابه مش هيتكون. الله، هيحصل اوفر اكسيتيشن وكونفولشنز نتيجه نقص فيتامين بي 6. بيشتغل على الريسبتورز طبعا، قلناها بالثلاثة اي بي سي، وقلنا ان هو هيعمل طبعا ايه هايبر بولاريزيشن ده انهبيتوري. وقلنا الهايبر بولاريزيشن ده يا اما زود الكلورايد انفلكس او البوتاسيوم افلكس او البوتاسيوم افلكس، واخد بالك؟ ات انكريز بوتاسيوم افلكس، واخد ده عند البيتر عند البي ريسبتور، وعند التانيين يزود الكلورايد ايه انفلكس. اند بوث افكت ديكريز كالسيوم ايه انفلكس انكريز انكريز سينابتيك هوكس. الجابة انتاجونايز باي تيكلوتوكس، عشان تيكلوتوكس عشان كده تيكلوتوكس يعني كونفرجنس. فاسيليتيتد باي الكهول وبربيتيوريتس ودايزيبام. قلت الكلام ده كله في السينابس، ها كل الكلام ده قلته في السينابس. جلايسين انهبيتري برضه، وبيعمل مسؤول عن البوست سينابتيك انهبيشن. صاحبنا الثاني ده كان عن بري سينابتيك انهبيشن، ها وقلنا قبل كده انه بيشتغل اساسا ها بزياده الكلورايد ايه انفلكس، كلورايد ايه انفلكس، واخد بال حضرتك؟ يعني برضه يعمل هايبر بولاريزيشن، ما تنساش. انتاجونايز بالاستريكنين، ويعني بيقولوا كمان بالتيتانوس توكس، قلناها قبل كده. جلوتاميت واسبرتيت دول اكزيتاتوري، وده طبعا ده مسؤولين عن معظم الاكزيتيشن في السي ام اس، وموجودين في الهيبوكامبس والميموري. قلت كل الكلام ده قلته في السينابتيك بلاستيسي بيطلع في الهيبوكامبس بتاع. لو خدته كتير، في ناس يقول لك ناخد ده عشان نصحصح كده في الامتحانات، جلوتاميك اسيد ده، لا لو خدته كتير يعمل نيورونال دامج، برين دامج، عشان كده يسموه اكزايتو توكسين. يعني بيعمل اكزيتيشن صحيح، لكن اساسان اكزايتو اكزيتيشن يعني وتوكسين. هيستامين موجود بقى برضه في الهايبوثالاماس، مش عارف موجود في السبينال كورد، مش عارفين بيعمل ايه بالظبط. في ناس قالوا والله هنا مسؤول عن الاراوزل سكسوال بيهيفير، ها ده كل دي بقى طبعا يعني ايه بروبابلي سكريشن اوف سم انتيريور بيتوتري هرمونز. ده يعني بعض المعلومات عن الايه الترانسميترز، لو اتسالت تبقى عندك فكره يعني، لكن ما هياش ايه اساسيه يعني في الله. نيجي بقى على الموضوع الاخير، بروسيسنج اوف سيجنالز ان سي ان اس. سي ان اس ده عباره عن مجموعات من الايه؟ مجموعات من الـ من الـ من النيرف سيلز، يعني من البولز، بيقول عليها بولز نيورونال ايه؟ بولز نيورونال بولز. النيورونال بولز يعني كولكشن اوف ايه؟ نيورونز. بول يعني ايه؟ تجمعات، كويس. والتجمعات دي بيخش لها انبوت سيجنالز، انبوت يعني داخله افرنت يعني، وهي لازم يطلع منها برضو ايه اوتبوت سيجنالز، مش كده؟ تمام. يبقى في انبوت سيجنال داخل البول دهوت وطالع منها ايه اوتبوت. الانبوت سيجنال دي لازم يحصل لها بروسيسنج، يعني ايه؟ تبقى انالايزد وتبقى عارفين هي عايزه يعني هي ايه، وعاوزين نعمل رياكشن شكله ايه عشان نطلع ابروبريت اوت بوت سيجنال. ها يعني عمليه البروسيسنج دي ليست الا دراسه وتحليل للانبوت سيجنال علشان نطلع ابروبريت يعني ايه
يعني مش سوتابل كمان يعني مناسب، لا ابروبريت يعني مظبوط، حاجه مظبوطه، اطلع اوت بوت مظبوط اللي هو ابروبريت صح. اه فعمليه البروسيسنج دي ليست الا دراسه وتحليل لما يدخل علشان اطلع الاوت بوت مظبوط. فعشان كده هنشوف ايه اللي بيحصل للانبوت سيجنال دي، واخد بالك لما بتخش جوه السي ان اس سباينال كورد او غيره. وبالشكل ده نقدر نعرف كيف يحدث بقى التكوين المظبوط للاوت بوت اللي هيخرج من السي ان اس. اول حاجه عاوزين نقولها ان في حاجه اسمها ايه؟ فراكشنيشن اوف موتور نيورون. ايه؟ يعني ايه فراكشنيشن؟ يعني لو بيخش انبوت سيجنال طبعا ما بتشغلهمش كلهم زي بعض، وحتى البول الواحد ما بتشغلوش، واخد بالك ايه كل حته فيه ايه؟ ها؟ زي الثاني، واخد بالك؟ يبقى لو الانبوت سيجنال دو نوت افكت البولز ايه؟ ايكولي. نوت افكت اول نيورونز ان ذا سيم بول ايكولي. طبعا على حسب اللي انا ايه؟ عاوز اطلع اوت بوت بطريقه معينه. يسموها ايه يا سيدي؟ فراكشنيشن اوف موتور نيورون. ايه؟ موتور نيورون. طيب وبعدين علشان يطلع اوت بوت مظبوط في بقى بروسيسز بتحصل زي دايفرجنس كونفرجنس برولونجيشن شورتنينج اور شاربنينج اوف سيجنال. شوف السيجنال دي بقى ممكن يحصل لها دايفرجنس، ممكن كونفرجنس، كل ده هقول حاجه، ممكن برولونجيشن نطولها شويه نطول زمانها يعني، ممكن شورتنينج واخد بالك، وممكن شاربنج. فكل الحاجات دي بتحصل في البروسيسنج اللي هي يعني زي ما تقول هي الميكانيزمات بتاعت البروسيسنج عشان يطلع ابروبريت اوت بوت سيجنال. قبل بس ما نخش فيهم بنشوف يعني ايه ديستشارج زون ويعني ايه فاسيليتيتد زون اوف نيورونال بولز. نشوف الصوره الصغيره دي، نبص نلاقي ادي انبوت نيرف ايه فايبر داخله. طيب المنطقه اللي بتاثر بيها كلها اسمها اكزيتيشن فيلد، المنطقه كلها ماشي اكزيتيشن فيلد. المنطقه الوسطانيه بتاعتها دي بيجي لها نوبز كتيره قوي كده، الاكزيتيشن فيها يبقى كتير وتروح بتطلعها فايرنج امبلس، تطلع امبلس على طول، وعشان كده سميت ديستشارج ايه؟ زون، ديستشارج زون. اما المناطق اللي على الطرف دي اللي بتسميها سبليمينال فرنج دي تبقى فاسيليتيتد ايه؟ زون. دي بس تبقى فاسيليتيتد لكن ما تبعتش، دو نوت فاير، ما توصلش للاكشن ايه؟ بوتنشال، تبقى فاسيليتيتد بس. عشان كده اي اكزيتيشن فيلد تلاقي السنتر بتاعه ديستشارج لكن اللي حواليه ده اهو فاسيليتيتد بس. عشان كده بقول هذه المعاني اللي انا بقوله، يعني ايه فاسيليتيتد زون او سبليمينال فرينج. فرينج يعني الاطراف. سبليمينال سبليمينال دي على فكره الدلع بتاع ايه؟ سب مينيمال. ها؟ اه زي سب مينيمال بالظبط، ما تفهمش ليه سموها سب مينيمال. ماشي. واللي في النص دول ديستشارج زون. نيجي على الدايفرجنس بقى. دايفيرجنس اوف سيجنالز ان نيورونال بولز على حسب اللي انا عايزه. فهنا دايفيرجنس في نوعين منهم، ها تعمل سبريت طبعا اوف سيجنالز ان ذا سيم بول او سيم تراك ومالتيبل تراك. بص على الصوره دي، ها اللي على الايه؟ على الشمال دايفيرجنت ان ذا سيم تراك، دي البيراميدال تراك دي باديه بنيرف سيل من الكورتكس. دايفيرجنت فرع الاثنين شغل اثنين، وده كان شغل كمان ايه؟ كل واحد يقول لك انا مش كل، وهكذا بحيث انه وان سيل في الكورتكس ممكن تاثر على عدد 1000 مصل فايبر. فده دايفيرجنس ان ذا سيم ايه؟ تراكت. مهم انا طبعا ما انا بقول لك عمليه ايه؟ انا عاوز ايه؟ عدد السيلز اللي فوق دول لا يمكن هيكفي ويعمل كنترول على كل المصل فايبرز اللي في الموت، يستحيل.
فلا بد كل واحده نازله تتفرع كده عشان تاثر على عدد كبير من المصل، مصل فايبرز يعني. طيب الثانيه ايه؟ دايفرجنس المالتيبل تراكس، زي ما بيحصل في السبينال كورد لما بيخش الدورسال روت، ما قلنا في شويه ايه ها يروحوا طالعين في الدورسال كولم دراسيل وكونيك، وشويه بيروحوا على مثلا النيوكليوس دورساليز او الكلاركس نيوكليوس اللي بيطلع منها السباينوس سيريبيلا تراك، فتلاقي هنا حصل دايفرجنس، بعض الفايبرز راحت كده وبعدها راح كده عشان يؤدي وظيفه معينه. يبقى ده بروسيسنج بطريقه مين؟ الدايفرجنس. نيجي على كونفيرجنس اوف سيجنالز ان نيورونال بولز، اه دي بتعمل ايه؟ ها ده دي كوليكشن ده اوف سيجنالز، مظبوط، ودي طبعا مهمه جدا، انها بتعمل انتنسيفيكيشن يعني بتقوي الرياكشن يعني، ولا ايه رايك؟ اه يعني مثلا اهو نفس القصه، في كونفيرجنس فروم ايه؟ ها سورس اهو، ادي سورس واحد وبعدين ادى، واخد بالك؟ ادى ايه؟ اثر على مين؟ كلهم بعتوا هم مع بعض واثروا على القص السينابتيك نيورون ده، واخد بالك؟ وسموا دي ايه يا سيدي؟ سموها كونفيرجنس فروم سنجل سورس. وممكن ده نوع ده سبيشال سميشن، سبيشال سميشن، كلهم بعتوا في نفس الوقت وحصل سبيشال سميشن، قام عمل الديفايرنج بقى وعمل انتنسيفيكيشن اوف انبوت سيجنال. في الثانيه اللي هي بقى ايه؟ ها؟ جايين من كذا سورس اهو، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت برضه كونفيرجنس فروم مالتيبل سورسز، لكن برضه يعملوا سبيشال سميشن و انتنسيفيكيشن اوف انبوت ايه؟ سيجنال. ادي كونفيرجنس. نيجي عاوزين نعمل برولونجيشن اوف سيجنالز ان نيورونال بولز، يعني عاوز اخلي الايه؟ السيجنالز تبقى برولونج، تاخد فتره طويله، واخد بال حضرتك؟ فدي طبعا اسمها افتر ديس تشارج، يعني تكون انت وقفت الانبوت سيجنال ولسه الاوتبوت سيجنال عمليه طالعه، واخد بالك؟ فدي قلتها قبل كده اللي ممكن تحدث عن طريق السينابتيك افتر ديس تشارج. وبعدين ميكانيزم تانية بقى في البروسيسنج مهمة قوي اسمها انتر نيورونال بارجز او سيركتس، دول الاثنين مسؤولين عن افتر ديسشارج برضه. يعني ايه افتر ديسشارج؟ يعني افتر ستوبنج الانبوت سيجنال الاوتبوت تفضل شغاله برضه. الانتر نيورونال بارجز دي او سيركتس نوعين، يلا يا سيدي، بارلل او مالتيبل او اوبن تشين سيركت، والثانيه ريفربوراتوري اوسيلاتوري او كلوزد تشين سيركت. ونشوف الصوره دي مع بعض. نلاقي الصوره دي بقى بتبين الثانيه دي اللي هي حكايه الانتر نيورونال بارج دي، بارج يعني يعني كباري او قناطر يعني. بيجي الانبوت سيجنال اهو، شايف حضرتك معايا اهو، حصل ايه؟ دخل في دوامه انتر نيورون، فدول الثلاثة دول اللي هم لوحدهم اللي على ناحية الشمال دول، واحد اثنين ثلاثة دول، ونبدأ حضرتك تبص تلاقي ايه؟ ما وصلوش مباشرة إلى الموتور نيورون، لا ده في سينابس اهو، واخد بالك؟ في من السينابس بيبقى منها، واخد بالك ازاي؟ النيورونز دي ممكن تلاقي منها السريع التوصيل واللي بطيء التوصيل. ها؟ منها اللي فيه سينابس جديد، واخد بالك؟ ممكن يبقى طويل شوية، ممكن يبقى قصير شويه. تكون النتيجه الامبلسز دي هتيجي هنا. اولا سموا هذا النظام اللي هو البارلل تشين سيركل دي. بالك ده. الامبلسز تيجي هنا عند الموتور نيورون سكسسيفلي. ورا بعضيها مش في نفس الوقت. لان هذه السنه منها كتير كتير يعني هتتعطل، منها قليل هتيجي بسرعه. منها فايبر تخين يوصل بسرعه، منها فايبر رفيع يوصل بالراحه وبالبطء. فهنا تبص تلاقي ان انت وقف الاستيمولس بقى خلاص في الانبوت سيجنالز، تلاقي لسه ده ايه؟ ديستشارج، لان في امبلسز جايه منين؟ من هذه السيركتس بقى. الثانيه بقى لطيفه جدا اللي هي سميناها ايه؟ ها؟ ريفربوراتوري او اوسيلاتوري او كلوزد تشين سيركتس. بص بقى على اليمين خالص، اللي على اليمين خالص دي،
تلاقي بعض البرانشز بقى ما كملتش على الموتور نيورون، لا دي شغاله انتر نيورون وراح ده عامل ريفربريشن وعمل ايه عكسي بقى، ده راح طالع تاني ومشغل الانتر نيورون تاني، بحيث انه ايه لما توصل امبلس عند هذا الانتر نيورون منها اللي يكمل ويشغل الموتور نيورون ومنها اللي يرجع ستيميليت تاني، ها ويرجع تاني يشغل الايه الانتر نيورون ده اهو. فبرضه تبص تلاقي ان انت قطعت الامبلس هنا ستوب في الانبوت، ومع هذا لسه الموتور نيورون شغال عشان هذه السيركت يقولوا عليها كلوزد تشين، والانتر نيورونز دي يقولوا عليها ريفربريتورز. يقولوا عليها ايه ريفربريتورز. نتيجه بقى لهذه السيركتس تبص تلاقي يحصل افتر ديسشارج، وقلت لحضرتك معناها ديسشارج افتر ستوبنج ستيميوليشن للافرنت او الانبوت ايه سيجنالز. عاوزين نعمل شورتنينج بقى اوف سيجنالز ان ايه نيورونال بولز، يعني كانت برولونجيشن بتحصل هنا عن طريق ما يسمى نيجاتيف فيدباك انهبيشن، ودي منتهى الاهميه في الاسئله في الحته دي بالذات. نيجاتيف فيدباك ايه انهبيشن، وبيحصل حاجه في السيريبيلم كمان اسمها نيجاتيف فيد فورورد انهبيشن، لكن الاهم جدا اللي هي نيجاتيف ايه فيدباك انهبيشن دي. نشوف مع بعض الصوره دي. في الانتيرور هورن ده موتور نيورون يقصد بيه انتيرور هورن، وده انتيرور هورن ثاني جنب منه، خد بالك معايا ادي الاكسون بتاعها وطالع اهو، وهيكمل بقى عشان يوصل لمصل ولا حاجه، يطلع منه كولاترال، يطلع منه ايه كولاترال، ويشغل انهبيتوري انتر نيورون، انهبيتوري انتر نيورون، وهذا الانهبيتوري انتر نيورون يروح هنا يعمل انهبيشن لهذه الايه الموتور نيورون او الانتيريور هورن سيل، مش لها بس وانهبيشن اللي جنبها كمان حواليها، واخد بالك من المنظر ده؟ خد بالك انا بتكلم على ايه؟ عاوز اعمل شورتنينج، ها خد بالك شورتنينج اوف سيجنالز ان نيورونال بول، مش عاوز اطول السيج، عاوز اقللها، اقصر التايم بتاعها. دول كنت عايز ازود التايم بتاعهم اللي فاتت دي، لكن هنا عاوز اقصر التايم. فدي ميكانيزم اهي سميناها نيجاتيف فيدباك انهبيشن، يعني بيبعت اهو امبلس حاضر وبعدين يطلع منه هو نفسه كولاترال، يشغل انهبيتور انتر نيورون يعمل لها انهبيشن عشان تقلل الايه الديستشارج، فسميت نيجاتيف فيدباك ايه انهبيشن. وقلت مش انهبيشن لوحديها، لا انهبيشن كمان للي ايه للي جنبيها في النيبر هود او في السراوندنج اريا اللي حواليها. طيب ايه بقى الاهميه بتاع الموضوع ده بقى؟ ان في السباينال كورد هذه الانهبيتوري انتر نيورون اسمها رينشو سيلز، فيسالها لك كده واخد بالك، يسالها لك ايه واخد بالك، يقول لك ايه هي الرينشو سيلز اللي هي الانهبيتوري انتر نيورون، موجوده فين؟ في الانتيرور هورن بتاع السباينال كورد، وشغلتها ايه؟ شورتنينج للسيجنالز. ازاي؟ لانها انهبيشن لمين؟ للموتور نيورون نفسها عشان ايه تبطل تطلع ايه البرسونال او تقللها. ماشي الكلام؟ ماشي. فسؤال مهم قوي رينشو سيل، واطلقت عليه اسماء كثيره، يسال بقى زي ما يعجبه. بس قبل ما اسيبها عايز اقول لحضرتك هذا النوع من الانهبيشن هو بري سينابتيك ولا بوست سينابتيك؟ لا طبعا بوست سينابتيك طبعا، بشتغل اهو على مين؟ على الـ على البوست سينابتيك نيورون طوال اهو، هو انتهى عند اكزيتاتوري نيورون وبتاع يعني بري سينابتيك؟ لا، ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان انواع الانهبيشن يا بري يا بوست سينابتيك، ده طبعا بوست سينابتيك اهو. عامل انهبيشن لدي كمان، عامل انهبيشن لدي، دي سموها لاترال انهبيشن، سموها لاترال ايه؟ انهبيشن. ساعات لما يسالك بقى يقول لك ايه انواع الانهبيشن، انت قلت بري بوست سينابتيك، في حين كمان تقول له لاترال انهبيشن، هو بوست سينابتيك هو برضه، لكن يعني عشان حاجه خاصه كده فيحب تذكرها انها لاترال انهبيشن معاهم يعني.
واكبر مثال هو مين؟ الرينش وسيل. سموا الكلام ده كله سموه حاجات كتيره جدا بالميكانيزم دي، سموه رينش وانهبيشن. حاضر. وسموه كولاترال انهبيشن عشان ده، وسموه ريكارنت انهبيشن عشان هيرجع تاني يعمل انهبيشن، ها، ونيجاتيف فيدباك انهبيشن. كلها اسماء على حاجه واحده، بس ما تنساش ان اسم السيل دي ايه؟ رينشو سيلز. وما تنساش ان ده بوست سينابتيك انهبيشن، والترانسميتر هنا هو جلايسين بتاع البوست سينابتيك انهبيشن، له انكفالين وله جابا المسؤولين عن البري سينابتيك انهبيشن. والانهبيشن ده هو تسموه لاترال انهبيشن، هنقول فايدته دلوقتي حالا. اذا لو ببص هنا لقيت الاسماء اهو، نيجاتيف فيدباك او كولاترال او ريكارنت او رينشو انهبيشن، يسال زي ما يعجبه. واخد بال حضرتك؟ هذه القصه كلها. وطبعا يقول لك الايه؟ الاكزيتاتوري كولينرجيك ريكارنت. الريكارنت ده هنا كيميكال ترانسميتر استايكولي. لا، ما هو برانش من هنا. استايكولي طبعا، لانه عمل اكزيتيشن لمين؟ للانهبيتوري انتر نيرون. يبقى الكيميكال ترانسميتر هنا اكزيتاتوري شغل دي، يبقى استايكولين. لكن هو نفسه انهبيتوري، طلع هنا ايه؟ جلايسين، لانه بوست سينابتيك انهبيشن. لا تنسى هذه الحته. وقلت لحضرتك في نوع ثاني من الانهبيشن تقريبا بالشكل ده اسمه نيجاتيف فيد فورورد، وده بيحصل في الاي سيرفيس. عاوزين نعمل شاربنينج للسيجنالز في نيورونال بولز، نخليها شارب بقى، واخد بال حضرتك؟ ما تبقاش مبهوقه. قال لك ازاي؟ اهو ده ازاي بقى؟ باللاترال انهبيشن ده. احنا عاوزين انبلس تطلع من ده بس، وما تطلعش من حاجات تانية كتير، عشان يبقى الرياكشن شارب وفوكس لحاجه كده محدده. فلازم نعمل انهبيشن لمين؟ للي حوالين اللي احنا عاوزينها تشتغل. فهذا البرانش اللي عمل انهبيشن في دول يقولوا عليه لاترال ايه؟ انهبيشن. وده موجود في اماكن محدده زي الرينشو انهبيشن ده، هو برضه يعمل لاترال انهبيشن. وزي في الريتنا اوف ذا اي فيها سيلز مهمه قوي اسمها هوريزونتال سيلز، عشان تخلي الصوره واضحه والكونتراست بتاعها واضح ومش متداخل مع بعضه، اسمها هوريزونتال سيلز في الريتنا اوف ذا اي. وفي السيريبيلم ايضا، لكن ده المثال بتاعنا هنا بتاع مين؟ اللاترال انهبيشن. واللي قلت لحضرتك يحبوا انك تذكره مع انواع الانهبيشن، ولو انه ايضا نوع من البوست سينابتيك انهبيشن. تعمل شاربنينج تاني بريسيبروكال انهبيتوري سيركتس. الكلام ده مكتوب اهو، فرنش وسيلز هي، وفي السيريبيلم، وايضا في الريتن اوف ذا اي اسمها هوريزونتال سيلز. تعمل شاربنينج تاني ازاي؟ بريسيبروكال انهبيشن سيركتس. دي بتحصل في معظم الايه؟ الريفلكسز اللي بتحصل في السباينال كورد. بيحب الايه؟ الريسبونس يبقى شارب وبيبقى كويس، ما مش مبهوأ يعني، وبيشغل هنا وهنا. لا، عاوزينه شارب لحاجه معينه. وناخذ مثال في الاسترتش ايه؟ ريفلكس. انا قلت لحضرتك الاسترتش ريفلكس قبل كده ايه هو؟ اللي هو تعمل استرتش في المصل هتعمل ايه؟ كونتراكشن. بص معايا، ادي مصل هنسميها البروتاجونست مصل، عشان نسمي اللي ضدها اللي بتعمل اكشن ضدها انتاجونست ايه؟ مصل. واذا كانت دي مثلا اكستنسور تبقى دي ايه؟ فليكسر. ويهمني قوي لما مصل تعمل كونتراكشن الانتاجونست بتاعها يبقى ريلاكسد، عشان تعمل اكستنشن لازم الفليكسر يبقى ايه؟ ريلاكسد. فتخيل هنا مثلا حضرتك عملت استريتش لمين؟ ها؟ للبروتاجونست مصر اللي في الحاله دي مثلا اكستنسور مصر حوالين الجوينت. طلعت الامبلس اهي. كمان القديم بقى ان طبعا الافرنت نيرف اصله في سيلف الدورس بروت جانجلين طبعا، ودخل عن طريق البوستيريور ايه؟ روت على البوستيريور هورن، ها؟ وكمل اهو، وجه على الانتيريور هورن سيل اهو، موتور نيورون اوف بروتاجونست ماسل بتاعها، ورجع الامبل افرنت هو للماسل وعمل لها كونتراكشن ريفليكس عادي جدا.
طب في السكه عمل ايه بقى؟ عمل زي اللاترال انهبيشن برضه، واخد بال حضرتك؟ بس بنسميها ايه؟ زي ما قلت لك من شويه سميناها السيركت الريسيبروكال انهبيشن سيركت. جه عمل ايه في السكه بقى؟ راح مطلع ايه؟ كولاترال. طلع ايه؟ كولاترال. شغل انتر نيورون. اهو انتر نيورون ريليزنج جلايسين. انتر نيورون ده هو انهبيتوري. بس الكيميكال ترانسميتر مع البرانش الاصلي اللي جاي ده استالكولين طبعا، لانه شغل دي. وهذا الانهبيتوري انتر نيورون واخد بالك طلع جلايسين. وجلايسين عمل انهبيشن لمين؟ للموتور نيورون اوف انتاجونست ماسل. انهبيشن للنيورون ده اهي. فبالشكل ده هيطلع الامباكس من الفنترال روت على الانتاجونست اللي هي الفليكسور في الحاله دي، وعمل لها ايه؟ انهبيشن، او ما بعتش امبلس فبقت ريلاكسد. يبقى اذا ده نوع ثاني من الشاربنج اللي سموه ايه؟ الريسيبروكال انهبيشن سيركتس. واخد بال حضرتك؟ وكاتب لك تحتها ديورنج الاسترتش ريفلكس. يبقى اذا الحاجتين اللي بعمل بيهم شاربنج بالرينشو سيلز اللي هي ممكن تعمل ايه؟ انهبيشن لاي موتور نيورون ملوش لازمه عشان يبقى الرياكشن شارب، او بهذه الايه السيركتس. وضربنا مثال بالستريتش ريفلكس، انت عملت استريتش في الاكستنسور دي فمشيت عادي جدا واخد بالك، وعملت لها كونتراكشن، وفي نفس الوقت انهبت مين؟ انهبت الايه الانتاجونست بتاعها اللي هو الفليكسر عن طريق الانتر نيورون ريليزنج. ده انت لو بتاخد هو كاتب جلايسين ليه؟ عشان تفسير له انهبيتوري. عمل انهبيشن لها، ام طبعا المصل بدات انهبيتد يعني ما هياش كونتراكت، وحصل لها ريلاكسيشن، فالريفلكس حصل سموث وما حصلش ايه؟ انتاجونيزم بقى. المصل جابها كونتراكشن بدون اي ايه؟ مقاومه. احنا بالشكل ده نبقى خلصنا هذا الجزء، وان شاء الله نتمنى لكم طبعا التوفيق، وان شاء الله برضو نتقابل في سي دي تاني عشان ندرس فيه الموتور بارت اوف ذا سي ان اس. لكن هذا السي دي كان بيتكلم كله على السنسوري بارت او السنسوري ديفيجن اوف ذا سي ان اس وكل ما فيه، وايضا على السينابسز بعد الامباس او بتخش بقى السي ان اس بيحصل لها ايه، والبروسيسنج اوف سيجنال بيحصل لها ايه. وان شاء الله نتقابل في سي دي تاني بندرس فيه الموتور سيستم اوف ذا سي ان اس، ونتمنى لكم طبعا الحظ السعيد والتوفيق والنجاح بامتياز. دكتور مجدي صبري.